الوزير الاستيلاء اظن اليوم حنا في السنه الرابعه الحكومه كتسير، واش نقدروا نقولوا اليوم بان حكومتكم فشلت في هذا الملف؟ انه هذه تقريبا 4 سنين الى يومنا لا شيء يتغير في مجال النقل. اليوم السيد الوزير النقل يتخبط، لا المسافرين ولا ارباب النقل، المحطات كل سنه كتزيد وهي غدا فوضى اكثر من السنين اللي فاتت. الفوضى في المحطات، ارباب النقل خلاص اليوم راه مساكن خلاص من الكورتيه، راك عارفين الخطافه اليوم لو الشوارع ديال المغرب في المدرسه تلقى الخطافه الضايس كاينين، كاينه فوضى فوضى عارمه في هذا المجال. اليوم السيد الوزير كذلك ارباب النقل، البترول كل عام كيطلع 97 كان في الثمن واليوم راه في الثمن، اليوم البنو ولا كيعمل 3 حفرات الثمن ديالو، حتى من التذاكر ديال الكيران من 97 لا تتغير، بقى في نفس الثمن. إذن السيد الوزير اليوم ارباب النقل ولا المسافرين بغاو غير يعرفوا واش كاين شي امل في المستقبل في هذا القطاع، ولا راه غنبقاو غادي في الفوضى. وهذه 10 سنين حنا كنهضروا في نفس الاسئله ونفس السؤالات ودائما لا شيء يتغير. لما كتقول لي بانه اصحاب الاكريمات كيستافدوا من هذه الاموال، شي ناعس وكيجد 20 مليون في الشهر، واحد كينوض يعري على كتافه وينوض مسكين كيخدم باش يصور باش يخلص هذيك الاكريمه باش يخلص طريطه. ولكن السيد الوزير راه النقال اليوم علاش ما راضينش على هذه الوضعيه؟ علاش ما راضينش على التحرير اللي كنتم جايبينه؟ واش التحرير جاي باش يحرر من هاد صحاب الاكريمات اللي كيشدوا الملايين وناعسين، ويعطي لصحاب الناقل اللي هما خدامين في الكيران يخدموا بالكيران ديالهم؟ علاش غتكون هاد الاكريمه كاع ولا دوتوريزاسيون؟ دير الكار ديالك وسير خدم. ورا اليوم راه ماشي هادشي اللي كتقول السيد الوزير، ماشي هادشي اللي كيتقال. انا مشيت عند الكتيبه ديالكم في الوزاره الطريقه اللي شرحات لي راه بطريقه اخرى، كتقول لي يا سيدي راه اخر ماي خاص المول الاكريمه ام مول الكار يمشي يشري الاكريمه من المول الاكريمه، صافي يدير خصو يعطيه ملاي، ولا خاصو يدخلوا معاه شريك. لا واحد ناعس في دارو غدا عاوتاني كتجي تقول اجي دخل معايا شريك في الشركه، ولا اجي نعطيك المال باش تبيع ليا، ودائما هو المستفد. فين هما اصحاب الاكريمه الناس مساكن اللي كيضربوا تماره وخدامين في الكيران ديالهم؟ وراه هذوك خاص تفكروا لهم، حروا كما حروا في اوروبا، اعطيو الناس اللي جايب كار جديد وجايب دير واحد الدفتر تحملات اش خاص توفر واش خاص تعطي وزيد تخدم. ولكن راه ماشي هادشي اللي كيتقال، انت دابا راه فاجئتني بالجواب ديالك. اذا حروا هذا القطاع وبركه من الريع، بركه من هذوك الناس راه استافدوا كلاو الملايين، الله يجعل البركه. او غيبقاو دائما ناعسين في ديرهم وكيديو في الفلوس، وخليو الناس الا كتو الناس راه درت فيكم زعما نهار جيتو قالوا الله ما راه الوقيلة هادشي غيتغير، ولكن راه ما شفنا والو السيد الوزير مع كل وهذا تيظهر لي راه خص واحد اليوم دراسي للموضوع.